بيلبق لك الشنب على فكرة. ها حلو كبار الشنب. حلو الشنب. طب كلمني عن الشخصيتين، ازاي قدرت تشتغل عليهم؟ مين فيهم أخذت مجهود منك أكتر؟ التحضيرات، ايه الفرق بين الشخصيتين والشنب؟ هو الفرق بين الشنب ده وان الشنب ده كان متركب، والشنب ده انا مربيه السنه دي. هو المتربي السنه دي، متربي السنه دي، متربي بتاع السنة. والحقيقه انا شنبي ودهني بيض جدا لدرجه انه الاستاذ ياسين قال ان احنا لازم نغمقه شويه يعني. فده برضو كانت حاجه غير السنه اللي فاتت شويه. وبشكل اساسي هو او جوهري يعني في الفرق بين الشغل على الشخصيتين، انه انا كنت السنه اللي فاتت بقدم ضابط نموذجي يعني هو بيمثل حقبة تاريخية معينة وظرف سياسي واجتماعي كل الناس عارفاه، وكل الناس كانت يعني اللي ما عاشوش سمع عنه كويس وقرأ عنه كويس. ففي نموذج لشخص يكاد يكون سوبر هيرو أو شخص يعني درامي، يعني شخصية درامية أو قصصية مكتوبة بشكل، كانت الابروتش بتاعي تجاهها ان انا بقدم شخص خارق، عنده قوة ناصرية خارقة وبيشوف الناس، بيعرف يقراهم وعمره ما بيغلط وحاجات. وفي النهاية ده طبعا بيتغير وبيتحول لبني ادم. بس ده الابروتش كان مختلف تماما عن السنة دي. يعني السنة دي انا بقدم شخصية عندها عناية فائقة وخاصة جدا وشخصية جدا باللي هي بتعمله، ومؤمن جدا بقضية يعني احنا بنعاني منها في مصر، وبشكل يعني بشكل كمان احنا عايشين وشايفين قواضي مهمه جدا جدا في مصر مفتوحه لحد دلوقتي في موضوع الاتجار بالاثار. فانه العمل كله يبقى يعني بيتناول هذه القضيه، فان انا بقى بمثل يعني الصوت اللي بيحاول يحارب ده، ده كان بالنسبه لي شيء مثير جدا مختلف خالص عن اللي كان بيتقدم السنه اللي فاتت. حلو كتير.